بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. سيد الفاضل رئيس المجلس الشعبي الولائي، السيد الفاضل رئيس المجلس الشعبي البلدي لهذه البلدية المضيافة، وإخواني وإخوة رؤساء المجالس الشعبية لبلديات الدائرة، سادة نواب رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء اللجان، سادة أعضاء المجالس الشعبية المحلية، أبونا الفاضل المحترم أطال الله في عمرك سيد الحاج مختار عميد الولائي لمنظمة المجاهدين، سادة الحضور مشايخ الزوايا والسيد المعتمد وإطارات المديرية سيد إمام المسجد، سادة أهل هذه البلدة المضيافة كل باسمه وجميل واسمه، السلطات المحلية لهذه الدائرة المدنية منها والعسكرية، الحضور الكريم دون استثناء الذين هم في هذا البيت من بيوت الله تبارك وتعالى، والذين طبعا سيذكرهم الله في مجلس أحسن من هذا المجلس، ويباهي بهم الملائكة ويباهي بهم الخلق. أنتم عمار بيت الله، وأنتم أتيتم لزيارة رب العالمين في بيته، فحق على المزور أن يكرم زائره. لا شك أن هذا المجلس، شكون هذاك اللي رايح مع